صحابي أسلم زمن النبي ولم يلتق به، وله معجزة النجاة من النار كإبراهيم الخليل. قبره في دارية السورية. يعقوب بن عوف أبي مسلم الخولاني الزاهد العابد أدرك الجاهلية وسكن المدينة، ثم هاجر إلى الشام، فنزل بداريا وأصله من اليمن، وقد أسلم في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يلتق به فهو مخضرم. ودخل المدينة في خلافة الصديق. أما عن قصة نجاته من الحريق كخليل الرحمن، لما تنبأ وادعى النبوة الأسود باليمن، بعث إلى أبي مسلم فأتاه بنار عظيمة، ثم ألقى أبا مسلم فيها فلم تضره. فقيل للأسود: إن لم تنفي هذا عنك أفسد عليك من أتبعك، فأمره بالرحيل. أما عن لقائه بعمر بن الخطاب، عندما قدم أبا مسلم إلى المدينة فأناخ راحلته ودخل المسجد، يصلي، فبصر به عمر بن الخطاب، فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من اليمن. قال: ما فعل الذي حرقه الكذاب بالنار؟ قال: ذلك عبد الله بن ثوب. قال: ناشدتك بالله أنت؟ أنت هو؟ قال: اللهم نعم. فاعتنقه عمر وبكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين الصديق. فقال عمر: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من صنع به كما صنع بإبراهيم الخليل. أما عن الآراء حوله، قال ابن سعد: كان ثقة. أما البخاري قال عنه: إنه قارئ أهل الشام. وكذلك قال ابن أبي حاتم. وقال عبد الجبار بن محمد: أدرك أبا مسلم الجاهلية وكان من الأفاضل الأخيار. روى عنه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فاضلا دينا ورعا. وقال العجلي: شامي تابعي ثقة من كبار التابعين وعبادهم. وقال مالك بن دينار: هذا حكيم هذه الأمة. وقال أبو النعيم: ومنهم المتخلي عن الهموم والكرب. الخولاني أبي مسلم بن ثوب حكيم هذه الأمة. قال ابن حجر: أبو مسلم الخولاني الزاهد ثقة عابد رضي الله عنه وأرضاه.